الاهلي يواصل انتصاراته ويهزم طلائع الجيش بثنائيه نظيفه ويحلق في الصداره منفردا. كابتن علاء الف مبروك. الله يبارك فيك يا ايمن. ثلاث نقاط مهمين جدا و2-0 نتيجه ممتازه للنادي الاهلي. الشوط الثاني يعني الشوط الثاني مختلف تماما، واللي خلى الاختلاف من بدري الهدف. الكابتن عادل. الهدف جه الهدف جه بدري وتوقعات عادل، لكن بص فريق الجيش يا ايمن النهارده اختيارات عنده مش كتير، يعني هو ما عندوش ان هو ممكن يبقى في اختيارات في مباراه كتير. هو بيلعب على زي ما بقول لك او اتفقنا كلنا في الاستوديو ان هو عايز يطلع بنقطه النهارده، لان هو عنده مباراه قادمه برده صعبه مع الزمالك وبيلعب على دي. اول ما هيجي الهدف الموضوع تماما انتهى بالنسبه للطلائع، ما هو واحد زي ثلاثه زي اربعه خلاص، هو ما عندوش صح ما عندوش تفكير تاني. ده اللي حصل بالظبط، هدف جيب وحلاوه الهدف في التوقيت بتاعه. مظبوط. التوقيت بتاعه بدري جدا، اول دقيقه في الشوط الثاني، فتماما ريح لعيبه النادي الاهلي تماما وكولر كمان، وبدا بقى يبقى يبص على الشوط الثاني كويس قوي وعلى مهله بقى، بدا يغير يشوف التغييرات هيعمل بيها ايه. على الجانب الاخر ضغط جامد جدا على عماد النحاس وعلى فريق طلائع الجيش في الملعب. ده اللي حصل الشوط الثاني. بعد الهدف المساحات بقت موجوده والهجمات بقت خطر جدا. الطرد جه من هجمه كانت يعني مش عارف ثلاث لعيبه من الاهلي واثنين من الطلائع. يعني بص ايمن صوره كده بين الزحمه اللي كان عاملها طلائع الجيش في الشوط الاول واللي حصل بعد الشوط بعد الهدف الاول في الشوط الثاني. هو ده تماما خلاص، هو انتهى تماما. يعني الهدف بالنسبه له خلاص المباراه انتهت عند الدقيقه 46 بالنسبه لطلائع الجيش. بالنسبه للنادي الاهلي لا، الامور خلاص بقت طبيعيه جدا، مساحات موجوده، نص الملعب بقى ما فيش مشكله فيه، طلائع الجيش ما بتمثلش اي خطوره عليك. يعني حتى لو حلاوه اللعبه مش في احسن حاجه، لكن في الاخر اهم ايه؟ خدت الثلاث نقاط اللي انت بتلعب عليهم. احنا متفقين المباريات دي انا عايز الثلاث نقاط. جه الاداء ما فيش مشكله كويس قوي، ما جاش الاداء انا ما عنديش مشكله كبيره، انا عايز ثلاث نقاط المباراه دي. وده الاهم الحمد لله. فالف مبروك لعيبه النادي الاهلي وجماهيره.